السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة 12 مينت. قلت بما أني أنزل كل يومين مقطع عن فيفا، ليش ما يكون في وسطهم كذا مقطع عن لعبة مختلفة عن فيفا. فاللعبة اللي اخترتها اليوم 12 مينت، هذه اللعبة نزلت تقريبا 3-4 شهور، يمكن بعضكم شافها عند في القنوات الثانية، ولكن إن شاء الله أن أغلبكم ما تابعها أو ما يعرف شيء عنها مثلي، وراح نجربها إن شاء الله هذه اللعبة مع بعض، وبإذن الله راح نستمتع فيها. باختصار القصة عن اللعبة هذه، شخص عالق في يوم معين، يعني عنده مشكلة وكل ما يحاول يحلها يرجع يموت ويعيد في نفس اليوم، يحاول يكلم زوجته يقول له ترى أنا أشوف الشيء اليوم هذا ينعاد وكذا، وبيجي الشخص الفلاني وكذا. فهمتوا يعني الفكرة؟ فهذه فكرة اللعبة. في فيلم أتذكر أني شفته، نسيت اسمه بس بحاول أتذكر وأذكركم إياه، إذا ما تابعته بعد أنصحكم بهذا الفيلم. ما ودي أطول في المقدمة أكثر، نقول بسم الله. طيب أعزائي المشاهدين، بريس تو موف. اوكي وجهها اوكي، فطريقه بسيطه كذا بالماوس، كليك اون ان انتراكشن اوبجكت تو يوز ات، اضغط على اي شيء لاستخدامه. طيب الكاميرا شويه مزعجه. عندي ثلاث ابواب، فرنت دور يمين ويسار قدام وبلانت فيك روك. اوكي اخذنا المفتاح، مخبى حركات يعني ما يحتاج انه كل العوائل اتوقع يسوون الحركة، يخلون السبير. اوكي يعلمك يعني كيف تستخدم الاوبجكتيف. اوكي اخوان ام هوم هاف يو ام هوم لاف يو بي اوت ان ا سكند، بخرج في دقيقة. هاي ذير. هاي ذير. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Let me know when you're in the mood. Okay, جلسة تقرأ لها قصة. إخوان ورب الكعبة، أنا ما أعرف شو السالفة، بس السالفة فيها غموض، فركزوا لو سمحتوا صبرا. في البداية تعرفون الغموض دائما يكون بارد شوية، الأفلام الغموض وكذا، فعيش الدور معي شوية. الحين أنا ما أدري إيش أسوي في الحمام، بس ودي أشوف اللعبة يعني إيش من الممكن الشغلات اللي أسويها. أوكي sleeping pills، منوم، حبوب منومة. فشوفوا الحمام الواحد يوم يدخل يعني ما تقولون إيش الاستهبل هذا. أوكي خذته معي، medicine cabinet. اوكي فهذا جالسة تشرب ماي من هذا. اوكي هنا ايش فيه؟ خزنة ملابس، تلفون، خزنة ملابس، تلفون. اوكي I was not expecting a storm tonight. ركزوا، فيه برق ورعد، بس ايش دخل امه؟ Why are you in the closet؟ والله من جد ايش جالس تسوي داخل الكبت؟ انا بديت اتوتر وما في شيء. اوه سكين، لا كذا انحلت السالفه كلها. اوكي اسف. اوكي ثلاجه، ايش ممكن اخذ؟ ناكل ممكن. الله ترتيب لي. والله يا جماعة رومانسي، رب الكعبة فيني رومانسية. طيب كيف تكلمها؟ What are the reason for such a special evening? Tell her a good time for the dessert. Alright I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. One second يا بنت الذين ليه؟ ايش الباب هذا؟ انا ما انتبهت له والله. سكر الباب ويجي. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Get hurt from ايش؟
في واحد بيتأذى تقول لي لازم نصلح هذا الشيء، بس ايش هو هذا الشيء؟ سويتش. What the f- Whoa, hey. Are you okay? Man, that hurt. Thank God I was wearing shoes, right? No kidding. لا بس نعالة عشان كذا الكهرباء. I think I've lost my appetite. كانت ليلة رومانسية جاية تكهرب. اخوان دقيقة ايش ابى اشغل الليت والله من جد. كان شغال الليت كنت بستكشف الغرفة ايش فيها، ممكن في شغلات تستخدمها وكذا. ما في شيء اتوقع هنا، ما اشوف شيء بس بحاول ادور. سمعت صوت اللفت؟ open up. I'll get it. بوليس open up. Ventilation gig. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. What? Hey, you're hurting me. Sir? Sir. Now you, hands behind your back, please. Don't move. Help me. Will you come help me? No, come on. What the? دقيقة الشغلات اللي بيدي، وين السكين؟ وين البتاع؟ This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. قتلت أبوها قبل 8 سنين. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father. Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. يدور على ساعة أبوها. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay. Let's Look, don't I Don't fucking move. I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk this out. Jesus Christ. هذا التايم لوب اللي نتكلم عليه. What the hell just happened? Okay. استوعبتوا يا اخوان. الحين انا رجعت كاني دخلت هاي بيب اي ام هوم. ولا؟ I didn't hear that night up. Let me know when you're didn't اوه يمديني اقدم في الوقت. But no. I دقيقة انا جالس اسوي شيء والله. How is this possible? How is that possible? يقول شو السالفة يا ابوي؟ شو السالفة؟ اوكي مضغط كليك يمين اقدر اشوف الساعة وهو بيجي الظاهر هنا ولا؟ ما ادري والله بنشيك بعد شوي. المهم Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. نقدر نتكلم مع الزوجة نسألها. اوكي ممكن نقول لها اني جالس اشعر انه نفس اليوم الحين ينعاد علي. او الشيء الثاني ان نقول لها عن الشخص اللي بيجي اللي هو الشرطي، او الخيار الثالث ان نسالها عن الماضي وانا بسالها عن الماضي. اوكي جاب لي 3 خيارات. اول شيء يقول لها اسالها ليش كذبتها عن الماضي، يعني كذبت عليه يمكن ما قالت له شو سالفه ابوها وكذا. السؤال الثاني اسالها عن ابوها هل مات ولا شو السالفه. والسؤال الثالث about pocket watch اللي هو عن الساعه، بس انا بسال عن ابوها ولا عن الساعة. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? هذا كان جالس يدور ساعة. No. Not that I remember. ما تعرف. طيب عن أبوها. Hey. How'd your father die? Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. Heart attack. It was awful. In the next few minutes, a cop is gonna knock on her door. What are you talking about? اوكي جالس اخبرها عن الشرطي. The cop, he's gonna accuse you of killing your father. What? My dad had a heart attack. بارد. You sound crazy, dude. Please don't open that door. Come on, it could be anyone. تقولي مو مشكلة بفتح الباب يمكن يكون اي واحد. This is
No, I'm serious. So please, don't open that door. It's important. This isn't funny, babe. Don't open the door. Just trust me. Okay. I won't. Okay. Oh, thank you. الحين ضمننا ما بتفتح الباب. Okay, let's get out of the apartment together. لا خلاص اوكي ليف كم. Let's talk later. اوكي. الحين ايش الخطة يا اخوان؟ الفكرة اللي افكر فيها اني احط المنوم في الماي واحط الديزرت على الطاولة واقول لها تعال نتعشى. تقول لي وخر شوي. تبي تشرب ماي؟ دقيقة. دقيقة احنا لا لسه بنجيب الماي. Police, open up. Is that him? ايوه هو. Tell her the question her about the bus. I'd like to tell her a good time for dessert. Let's talk later. Oh, is it? Oh, that's him, isn't it? Yes. Come on, I know you're let's home. Let's stay quiet. Open the door. Maybe he'll go away. This can't be happening. What? I'm with the police. Turn around, please. كيف فتح الباب؟ What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Stop. What? يقتل نفس الأهبل. Stop. I'll come with you. Ow. Wait. No. Fuck. 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 اوكي اخوان الحين استوعبنا ان الاخ الفاضل هذا ما يقدر يقتل شو اسمه او ما يقدر يطعن الشرطي القادم. Hey there. I didn't best night ever. Who made اها يوم تم ضغط هذا يستعجل. اوكي اول شيء اسويه روح الحمام استعجل هذا اول حل لازم يكون. حط هذا في ال حط الحبوب في شو اسمه. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. اوكي بتجي تشرب ماي الحين. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. اوه شافتني احط هذا تقول عندك مشاكل ما تقدر تنام. Holy shit, فضحنا. الحين ما بتشرب. خلنا نجرب. What? جايبه كوبها معاها من وين؟ من وين طلع الكوب الثاني؟ No. Would you just move a bit? Nope. Thunder. I wasn't expecting a storm tonight. Okay. Just drink. Thirsty? اشرب من هذا. Yeah, I'll get my own. Thanks. اخي كيف اطعنها؟ اقدر اطعنها؟ خلنا اطعنها واخلص الموضوع هذا بسرعة. ابى اروح اليوم الثاني. ما يقدر يسويها. طيب اخوان ليش ما نتخبى ونشوف ايش يصير في النهاية مع الزوجة نفسها بدون ما نسوي اي شيء. نقدر نراقب. اوكي التلفون موجود. نستخدم التلفون 911. صراحة هذا الشيء شفته من الشخص اللي كنت أتابعه. Emergency services. Tell him about the cop. Explain about the deal. Starting. Tell them about is a murder. Okay. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe place. All right. When will they get here? He's almost inside. They should be there in 15 minutes. 15 minutes? We can't wait 15 minutes. Sir, officers will be there as soon as possible. Get to a safe place.
اوكي اذا اتصلنا على الشرطه، الشرطه تحتاج 15 دقيقه، هي اللعبه كلها 12 دقيقه. لا كان المفروض اول شيء اسويه في اليوم اني اتصل على الشرطه. وصل، خلنا بنراقب بما اني خلاص يعني اليوم راح راح علي. اوكي قتت قتت يا صبر الارض قتت. What is going on? Help me. Will you come help me? Well, who come help you? My wrist. So, someone is here. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell him? Okay, الحين بروح بتكلم. This is a misunderstanding. بروح بتكهرب. Look, I don't. كيف Now you no it's behind your back. Wait don't move. كم all right easy. كان ممكن انه يروح للغرفة يتكهرب. Do this. Please listen. اوكي عدنا اليوم. Fuck that guy. Inside. They should be there in 15 minutes. 15 Sir, get to a safe. اوكي هلا انه يمدينا نقدم لان هذا اليوم عبارة عن يوم ينعاد. بقول لكم على سريع عن فيلم اسمه هابي ديث داي. هابي ديث داي هذا اليوم عبارة عن يوم ينعاد، وانصحكم مشاهدته باختصار والله حلو. هذا وبعدين نرجع الكوب. حلو الحين نرجع الكوب هذا هنا. ما ادري هي بتشوف الحبوب ولا لا. Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. اتوقع انها بتشرب وامورها تمام. طيب خلينا نعبي لها واحد. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. خلاص شربها هذا. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. واللفة الطويلة هذه كلها من اول جيب لها وخلاص. دقيقة يا اخوان، ليش ما احط الثاني بعد؟ الحين المفروض انها تنام هي. ما في اي مفعول يعني ولا كيف؟ ولا اعطيتها الماء غلط. So tired all of a sudden. حلو. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. اوكي حلو، راح انامي. وبحط هذا على الطاولة. عشان هذاك ممكن يجي ويشرب. انا على بالي بطيح بتنام هنا والله اني انا اوديها الغرفة. حلو الحين انا جاهز. هذه نايمة في الغرفة اللي طافي يا رب. جميل وانا بزبن هنا. السكين ما شلت السكين. اوكي وارجع ازبن هنا وانتظر خلنا نشوف ايش يصير معنا. بيروح بيتكهرب. وات ممكن اقتله انتهى الموضوع لكني متصل على الشرطه. اوكي تكهرب هذيك نايمه.